أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن جلالة الملك المفدى أرسى دعائم تجربة عالمية رائدة يحتذى بها في مجال تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التعايش السلمي وثقافة التسامح بين أصحاب الثقافات والأديان المختلفة. نعم، جاء ذلك خلال مشاركة العسومي في الاجتماع 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يعقد حاليا في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي في العاصمة روما، حيث ألقى رئيس البرلمان العربي كلمة تناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. لعلكم تتفقون معي على تعزيز لغة الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة التعايش بين الثقافات المختلفة تمثل المثل الأمثل لمحاربة الفكر المتطرف، ولدينا العديد من التجارب الناجحة في منطقتنا في هذا المجال، منها على سبيل المثال لا تخفى تجربة مملكة البحرين التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من خلال دور جلالته في ترسيخ قيم التعايش السلمي ومبدأ التحاور بين أصحاب الثقافات والأديان المختلفة، وهو ما حدث في إطلاق جلالته إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني والذي أصبح وثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع، وكذلك تدشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعاون السلمي.